عمي اهل الديوانية المسؤولين بالديوانية كافيكم، ترى ملينا فوق، محجورين بالصحة، محجورين بسبب كورونا ومريض مرضى. يعني صار الصبح، شوف صار الصبح، انا اراويكم الساعة بالاربعة، هسه ما ادري الاربعة ونص ولا خمسة، صار الصبح، طر الفجر، طلعت العصافير وطر الفجر، واحنا ما نايمين واحنا مرضى. يعني الله يقبلها مروحة ماكو. ليش تحاكي انا المسؤول ما ادري هو يقول لك والله بس هاي وطني طافي، هاي مولده، يعني مولده مروحه ما تشتغل عليه، ولكم احنا وين؟ ما تقولوا كافي وكم بوق كافي يا صحه الديوانيه، لعبت رواحتنا. يعني حجر صحي لا راحه بيه، لا دكتور يجيك يسال عليك، والله يجيك المقيم صار لي 6 ايام بالحجر، ما جاني بس مرتين للعلم، ما شفت دكتور اخصائي ابد، اجيكم بيشعر. وهاي احنا هسه حاليا بالحجر، صارت الساعه بالخمسه الا ربع واحنا ما نايمين، ما الخمسه الا ثلث احنا ما نايمين، شنو ذنبنا احنا؟ فهموني شنو ذنبنا، يلا فهموني شنو ذنبنا. هاي مروحه ماكو، سبالت ماكو، ماكو من 12 لسه، ليش؟ يعني شو وقت احنا نرتاح؟ فهموني، ما فوق صحتنا تعبانة وحاجرينه، لا نشوف اهلنا، لا واحد يجينا لا واحد يوصلنا. اي ليش تردون من عندنا؟ ليش تحكي وين المرضين؟ يقول لك والله هاي كلها هيجي، كل الغرف هيجي، بس اضوية هاي مولده مشتغله، ما يشتغل عليها مروحه، مروحه ما تشتغل، مروحه هاي ما تصرف ولا ما ادري قد ما تشتغل. اي ليش ما تقولوا ليش؟ بعد حلبتونا، دمنا اخذتوه، راحتنا اخذتوها، اشتغلوا من عندنا بعد، ما تقول والله تعبنا. عم ما ودونا لهنا، طلعونا لهنا، حجرونا بيوتنا، كافي تعبنا. شنو المصيبة؟ حرب نفسية هاي فوق مرضك؟ ما كنت شي بس مروحة يا عم، صارت بيس ساعة، بيس ساعة سولف لي بيس ساعة، لا يا أربعة بالخمسة إلا خمسة إلا، وشرفك احنا ما نايمين من الساعة 12 لحد الآن، شو وقت ننام؟ شو وقت نرتاح؟ ويجيك الدكتور، يجيك الممرض يقول لك والله همشي الراحة النفسية، وين الراحة النفسية؟ شو فهموني؟ شوف الوساخة، شوف الوساخة، شوف الوساخة، شوف البزازين منا طبنا وطلع. ليش؟ يعني ليش؟ مستشفى، قاع مال حيوانات، احنا سجين، محكم على كاتلين، عم احنا ناهبين، ترى ما كيتش عمي، عمي خلى الله بين عيونكم، كافيكم بوق، كافيكم راعي بشعور المرضى، واحنا جيناكم برجلين، احنا مرضى جيناكم برجلين، ما جانا واحد، احنا مصابين، خفنا على العالم، كافي والله كافي، ملينا كيفكم العباس، ملينا، ما كيتش حكي، مروح 12 سماكو، خلى الله بين عيونكم، خلى الله بين عيونكم، وهذا ريد المنشور كل العالم تشوفه. خلي شوف صحة الديوانية، مستشفى الديوانية العام، الطابق الرابع، الحجر الصحي، مصابين بفيروس كورونا، واضح؟ وبذمة اللي يشوفه اللي ما وصل مسؤولين، بذمته وبذمة أهله.